المساحة اللي يعطيها القرآن الكريم إلى العناية بالأسرة مساحة كبيرة، لأن الأسرة العش اللي تتربى به الأخلاق، تنشأ به الأخلاق، والأسرة هي الخلية طبعا في بناء المجتمع. مجتمع إذا صلحت الأسرة صلح، وإذا فسدت فسد. لذلك الشريعة الإسلامية تعطي الأسرة عناية بالنسبة إلى تنظيم علاقات أفرادها بعضهم بالبعض الآخر، يعني علاقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج والزوجة والزوج بالأولاد والأولاد بأبويهما. نعم، هذا المعنى الفقه الإسلامي تقريبا اشتمل على مساحة كبيرة في هذا. طيب، من جملة الآيات اللي عنيت بهذا هذه الآية، سنمر إن شاء الله ضمن مضامينها، وإحنا في أمس الحاجة إلها هالأيام يعني في الواقع. يعني مجتمعاتنا الإسلامية في مشيش الحاجة إلى تربية الأسرة